بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام أينما كنتم مرحبا بكم، عيدكم مبروك، سنين دايمة عليكم أينما كنتم. نحب نشكر برشا التوانسة اللي تابعوا فينا واللي اختاروا رفقتنا فيها ساعتين إن شاء الله اللي يكونوا ينالوا رضاكم وإعجابكم. إذا مشاهدينا الكرام كما العادة كما عودناكم برنامجكم نهارنا هكا يحضر لكم مجموعة من الفقرات المتميزة كالعادة اللي فيها برشا إفادة وأيضا شوية ترفيه وهكاك نكملوا مشوار مع بعضنا إن شاء الله. إذا في الكوجينة خليني نرحب بالشيفين الموجودين معنا، الشيف عمر العريبي مرحبا بك. جيت بك أنت اللول خاطر راني معنا الأيامات الكل، رحاب دراجي معنا الأيامات الكل، أنت غبت ورجعت لنا، مرحبا بك. عيدكم مبروك، مرحبا بالسادة المشاهدين. يعيشك عمر. عمر اللي يقول عمر شيف عمر العريبي، فما اللي مقمرينك اللي مغرومين بالكوجينه بالكيلوريسيت الارتستيك بيزار شويه. صحيح، يعطيك الصحة. دونك اليوم باش نبروبوزي اون سالاد موزاريلا وميلون ومونت. معناها خليني نترجم، سلاطة نتاع بطيخ هاي هانو مكدس موجود ومعها اللوتو ما شاء الله. وهربت شويه من الحمد والعيد. علاش ليه؟ اي جيت لينا على الاخر خير سالي. وشويه الحم شهية؟ لا لا البولي شهية. الحم شهية قلت دجاج شهية. اي والبولي شهية كالعادة، باش نعمل بيها كوشة دجاج في الفرن. باهي برشا كوشة دجاج في الفرن. نهربوا من الحم. هربة شوي. اي ديجا حتى انا شفت خاطر برشا عباد ياكلوا في الريستورون وكل شيء فدوا من الحم ونعرفوا قد ما فيه فوائد الحم قد ما فيه مضار معناها. الحاجة برشا زادت. حاجة برشا 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 تولي الدار. دونك حبيت نبدل جملة. هذا هو حلو برشا. خلينا نشوفوا انا سلاطة البطيخ نحب نشوف هذايا. هو قال ميلون الشوكولا الكلام تاعك كل الفازيت نتاع لي شيف وي الحكايه الكل سلاط بطيخ ساليس تنشوفوها الحكايه. هو فكره تعرف عليه توا كثر موجود بكثره، دونك خلينا ناخذوا نبدلوه شويه حتى هو باهي علاش لا، وفي برشا يفيد وفي برشا منفعه. ريحاب عيدك مبروك. عيشك عيدك مبروك. وصلت الدواره وطست بالقدا بالقدا عملت العصبان عملت العصبان واموري مريقله. ايه الفكره؟ وعملت لهم ديسير الدار ولا؟ والله برشا ديسير برشا عايش كل عام انت حيا بخير. عايشك يعيشك. اليوم شنو عملت لنا؟ اليوم باش نعمل لكم حاجه بالهندي وحاجه نحن عندنا منها برشا وما نعرفوش نستعملوها، نعرفوا كان ناكلوا ما نعرفوش نستعملوه في حاجه في اي ديسير نجموا نبدلوا به في الدار. دونك هو حاجه عندنا منها في الدار ورخيصه ونجموا نستعملوه في كل شيء. باهي انا اذايا باش نعملوا معجون، باش نعملوا في فيرين، باش نستعمل معاه الياغورت ناتوريل باش نهربوا من السكر. وهو الهندي فيه سكر ومعروف قداش فيه منفعه وكل شيء. وباش نستعملوا معاه سمارت شيف شويه شانتي باش نزينوا. هي حلوه سهله سهله على الاخر زاده. نقول انا ولا شيف نقول كي تبدا فما حاجات نغيروا غلة. اي نبدلوا الغله خاطر الهندي حتى حد ما يعرف يستعمله. سامحني ماهوش اكسبلواتي الهندي معناها ماهوش بالحق ما نستغلوهوش. ما نستغلوهوش معناها في الديسير مش الناس الكل تاكلوا راه وبورتون هو فيه برشا منفعه. معناه ولا حاجه هكا طلعت توندونس شويه معجون هندي صغير. اي فوالا نحن تو باش نتعلموا نعملوا معجون في الدار. معقول؟ علاش؟ الصغيرات وكل شيء ما في برشا فايده. باهي تو شوفوا مع بعضنا معجون الهندي اليوم لي فيغين معجون الهندي ها والديسير هكا هذاك هو الديسير. ولي فيغين معناها كيسان معناها تحطوا في كيسان وكا حاجه فين ونجموا نعطيوها كي بدا عندنا ضيف في العشيه حاجه سهله على الاخر دو بلوس. معقول برشا ما تشدش برشا وقت. يعطيكم الصحه. حتى احنا عندنا منو هي اللي ان شاء الله اليوم ان شاء الله يعجبكم. منو نتاعنا اليوم ان شاء الله فقره الثقافه باش يكون حاضر معنا الفنان وحيد الحثروبي وبغنيته الشهيره مبروك العيد معروفه برشا اللي عرفتوه من خلال العديد من الاغاني اللي اطربتنا. وهو طبعا شقيق الفنانه التونسيه سميه الحثروبي تحيه لها. اذا باش يكون حاضر معنا بعد قليل ان شاء الله. في الصحة معنا الأخصائية التغذية أميرة دغمان واخترنا أنه كنا نحضر ونرجع معاكم بالتغذية بأخصائية التغذية على خاطر لازمنا نشوفوا هك الرجعة نتاع بعد العيد اللي مربوطة بالعودة المدرسية. وتنعرفوا مع بعضنا الموضوع باش يكون في جزئين اللي هي
التركيحه نتاع التغذيه نتاعنا كيفاش نوازنوه بعد العيد بعدك التخمه اللي حبينا ولا كرهنا، هذه عوايدنا وان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير. ومن بعد ايضا باش نتحدثوا على التحذيرات للعوده المدرسيه بالنسبه للصغار، ناخذوا فكره على الجوتي المثالي اللي كيفاش يبدا يكون نحضره لصغارنا من توا، علاش ليه ما نحضروش حاجات في الدار. دونك تو هذا الكل نعرفوه مع اخصائيه التغذيه اميره دغمان، واللي عندهم واللي يحبوا يلتحقوا بنا طبعا فما رقم هاتف موضوع على ذمتكم الالتحاق بنا والتفاعل معنا، ولا يطرح اسئلتكم وتساؤلاتكم ولا افكاركم زاده، علاش ليه للامهات اللي عندهم افكار على لي جوتي وكل نستفيدوا منهم، وخاصه الامهات الجدد اللي ولادهم دخلوا سنين المكتب، علاش ليه. اذا شي يبقى لنا، يبقى لنا فقره اليوم اللي تعودتوا بها تبدا معاكم كل نهار اثنين من حقك، الفقره القانونيه. طبعا كي نقول الفقره القانونيه نهار اثنين نقول مع اسامه الشوالي ناخذوا شاره الفقره من حقك ونستقبلوا مع بعضنا اسامه. إذا تفاعلا مع كل ما مستجدات العيد وكل المواضيع تكون متصلة بالعيد عادة، لأن كما قلنا نحن في رابع أيام العيد اليوم، وموضوع من مواضيع من حقك اخترنا أن نتحدث عن الضرر اللي نجم يجيك من جار من الجار. الجار هو عادة فما مقولة تقول الجار قبل الدار، علاش الجار قبل الدار؟ لأنه تنجم تصير مشاكل كما تنجم تكون عشرة بيا وحاجة بيا، وفما مثل تونسي قديم معروف يقول جارك القريب خير من خوك البعيد، لأنه تنجم تلقاه في وقت الشدة. لكن للأسف وهذا طبعا هي اكسبسيون، هي مش ديما باش تكون انه جاري نجم يضرك، لكن للأسف تصير. هل فما تعويض؟ يصير تعويض قانونيا كيفاش يكون؟ وربطنا هذا كما قلت موضوع اليوم بحوسه نتاع العيد، ساعات الجار يعمل يلقي فضلاته على جاره، على غالب تصير معناها تصير الحاجات هذيا، وكما قلنا اكسبسيون ماهيش ديما لكن صايره وتصير. هذا هي تصرفات غير مسؤوله صحيح، ونحن باش نختصوا في حكايه باش نحكيوا على ظاهره النفايات والفضلات نتاع جلود العيد وغير ذلك وما شابه، وحتى في سير الايام. هذا كله باش نتعرفوا مع اسامه. مرحبا بك اسامه شوالي. مرحبا بك عفيفه، مرحبا بالساده المتفرجين علينا وعليك. نفسك اربع ايام وما فاتوا على يدرا ومش برشا. مرحبا بالساده المشاهدين، ان شاء الله علينا وعليكم، وان شاء الله ديما حيين بخير وبصحه وبعافيه، ان شاء الله ينعاد علينا بالصحه وبالخير ديما ان شاء الله. امين ان شاء الله. ان شاء الله ديما حايسين ومعايدين، عاملين برشا جو ان شاء الله. لكن شو يقول القانون اسامه في موضوع ظاهره النفايات؟ احنا قلنا نربطوا الموضوع بالعيد الاضحى، ولما عنده من هالحكايه هذه عندنا صور من بعد في اخي نورمال باش نشوفوا صور غريبه كارثيه ورهيبه وكارثيه. تقول انا شكيت لولا بعض الاشارات انها مش في، قلت مش في تونس ومستحيل تكون في تونس. تستغربها الصوره. صحيت لولا بعض الاشارات لانها حاجات كارثيه كما قلت. به القانون شنو يقول بالنسبه للضرر اللي نجم يجيك للدار من الجار، من الجار للدار؟ هذه هي نفس. وهل فما تعويض وكيفاش يصير الموضوع هذا قانونيا؟ طبعا خليني نربط بكلامك بالحادثه الاولى، اللي نحن مادامنا في مناسبه عيد الاضحى خلينا نحكيوا على هكا النفايات والفضلات الموجوده، يعني واللي شفناها في صور وشفناها حتى من غير صور، يعني على ارض الواقع سور تيرا نشوفوا في كل شيء. ايوه طبعا عندنا القانون المنظم، عندنا الامر الحكومي عدد 433 لسنه 2017 المتعلق يعني بتنظيم الصحه العامه والنظافه العامه في يعني في الطرق العموميه، اللي يمنع ويعني ويمنع على كل مواطن تونسي انه يلقي الفضلات، وتنشوفهم هذوما الحكايات الكل بالديتاي حينما يتم نشر يعني صور بعد نفرجوا فيهم ونعلقوا عليهم. موضوعنا اليوم، موضوعنا اليوم هو مزار الجوار، مزار الجوار اللي اليوم كي نحكيه هكا يعني نقربوا للمواطن التونسي، لانه المواطن التونسي ديما في حاجه، لانه ابار انه يعرف ثقافه قانونيه في حاجه لشكون يعبر له على مشاعره ويعبر له على يعني السيتوياسيون الحالات اللي توجد فيها، وما يلقاش لا راي القانون ولا حتى الراي الاخلاقي او الراي الاجتماعي.
نختص في الرأي القانوني ونحكي اليوم على مظهر الجوار. مظهر الجوار راهي علاقتك بينك وبين جارك، راهي ماهيش علاقة اعتباطية، راهي علاقة منظمة قانونيا وفق فصول وأحكام العامة الموجودة بمجال التزامات والعقود، اللي راهي تنظم لك في كل ما يتعلق بالضرر الناجم عن بعض الممارسات الخاطئة والمعاقب عليها قانونا من قبل الجار، وأيضا العقوبات تنحكيه على التعويث، ما يعرف بالتعويث اللي برشا ما يعرفوش انه راهو بعض الممارسات اللي نمارسوها في حياتنا اليوميه هي ممارسات خاطئه تستوجب العقاب وتستوجب التعويض في درجه اولى. اذا كان نقربوا المواطن التونسي نبداو ديما كالعاده بالثقافه القانونيه، الفصول والنصوص القانونيه اللي تنظم هالحاله هذه. عندنا فصلين اثنين اللي هما اكثر الاسانيد القانونيه اللي كنت حثوا على مدار الجوار نجبدوه، اللي هما الفصول 99 و 100 من مجلة التزامات والعقود. ومجلة التزامات والعقود هي كما نقولوا نحن الاسم يعبر، هي هو التزام، هو التزام اكثر منه قانوني، هو التزام طبيعي بينك وبين الجار اللي يسكن بعدك، هو التزام اخلاقي، هو التزام ادبي، هو التزام من جميع. نحن عندنا في القانون يعني ثلاث انواع من الالتزامات، عندنا التزام طبيعي والتزام أدبي والتزام قانوني. قانوني طبعا الالتزام القانوني هو كل ما يربطك بينك وبين الطرف الثاني أو طرف الأجنبي عقد، ولكن الالتزام الطبيعي هو مثلا أنه الإنسان كي يصرف على إنسان يعني أو كي يعني كي يقوم بكفالة إنسان، هذا يتسمى التزام طبيعي. وعندنا الالتزام الأدبي هو اللي كما نقولوا نحن نختصروه على وجه الفضل والإحسان، الإنسان اللي يقوم بالإحسان يعني إلى طرف آخر يعطيك الصحة، هو التزام أدبي أو أخلاقي. أخلاقي إذا كان اليوم نتحثوا على مدار الجوار كما قلت فيها هذم الكل في الحقيقة، فيها كل شيء، كل شيء. علاش؟ لأنه تو نحكي لك على برشا حالات باش العباد زادة تبعنا، نحكيوا على برشا قضايا، نحكيوا على ممارسات خاطئة وساعات الإنسان يقوم بها على وجه الفضل والإحسان، ثم بعد يكتشف أنه في بعض الأحيان خلينا نقولها أنه يندم على التصرف هذاك، يقول يعني أحسنت لك الإنسان هذاك ولكن ما لقيتش يعني لا تغطية قانونية ولا حتى تغطية يعني كما نقولوا نحن من الجانب الأخلاقي، الجار هذاك يعترف بك الحالة بك العمل الممتاز اللي قمت به. مدار الجوار شنو تتمثل؟ اليوم نحكي على الدار اللي تبدأ أنت تقطن بها، ويبدأ جارك مثلا يقوم بممارسات مثلا نتاع انه حفلات كل يوم، يعني فما ضرر نتاع انه يقلق لك الراحه نتاعك. نحكيوا على ضرر نتاع حلاق او نجار او يعني محل حداده يبدا مقابلك ويقوم باعماله، يعني يقوم بالاعمال المهنيه نتاعو خارج اوقات العمل، او حتى يعني العمل نتاعو يكون فيه اكسي، يعني فما افراط في استعمال الآلات ولا فما آلات مقلقة للراحة، أو أيضا نتجنبوا هالضرر الصوتي أو التلوث السمعي ونحكيوا على ضرر ما أقوى وما أخطر، اللي هو الضرر اللي مسلك من الصحة متاعك. ولو أنه صحيح أنه الضرر يعني السمعي أو التلوث السمعي يقلق الراحة ويقلق الصحة، ولكن نحكيوا على بعض المحلات التجارية أو بعض المحلات أو بعض يعني الأنشطة المهنية أو التجارية اللي تكون عندها ضرر ينجم يلحق لك ضرر على الصحة متاعك. نعطيهم أمثلة. إذا كان نحكيو على كما جبت قبل حكيت على الأعمدة الهوائية اللي تكون متركزة من قبل المشغلين متاع الهواتف الجوالة وما غيره من يعني من الإنترنت، يكون الجار قبل على إنه يتم تركيز عمود هوائي في يعني فوق السقف متاعه أو في سطح الدار، ويكون هو قابل وبالتزام بينه وبين المشغل هذاك إنه كل عمود الهوائي قبلت بالأضرار متاعه وقبلت بك المنحة اللي باش تعطيها لي كل شهر. إي أنت قبلت سيدي، ولكن الجار اللي او الجيران اللي حضوك ما قبلوش وما يعني ما فماش موافقه صريحه منهم هما. صحيح فما قانون ينظم هالاعمده الهوائيه وتركيزها وفما نظام داخلي وفما مناشير من قبل الوزارات المختصه، ولكن اليوم نحكيو بالاساس على المضره الحاصله من قبل الجار. نحكيو خليني ندقق في مضار الجوار اللي مختص في النشاط التجاري والمهني. ناخذوا امثله مثلا تلقاه حلاق يقوم باعماله، طبعا خذينا مثال من امثله المهنيه، يقوم بالعمل نتاعو لكن يحط لك مثلا الشان يعني تخدم يعني من 8 نتاع الصباح حتى، وطبعا من احنا نحكيو حتى من الناحيه الاخلاقيه تهبط له تقول له راهو انا عندي شكون مريض، لا راهو ماكش مطالب باش انه راهو تقول له عندك شكون مريض، فما اوقات مهنيه وفما اوقات يتم ضبطها، وفما ايضا ما يعرف باحترام الجار قانونيا، مانيش نحكي من الجانب الاخلاقي ولكن نحكي من الجانب القانوني، راهو ما عندوش الحق. اعطينا بالله هذه قانونيا
لا اعطينا اوقات احترام الجار مثلا، اعطينا خلينا نكونوا نحكيو على الفصل 99. الفصل 99 شو يقول لك؟ الفصل 99 من مجال التزامات والعقود يقول لك من حق الجار انه يرفع دعوه في الغرض ويطالب الجار بوقف هك الاعمال هذيك او التصرفات والممارسات هذيك المكدره لراحته او التي لها شان او لها ضرر على الصحه نتاعو. طبعا انا حاولت نعطي شاهد ايحائي من الفصل باش نقربوا للساده المشاهدين. اذا كان تعطيك بعض الاوقات في اقام الحفلات من قبل الجار لابد ان لا يتجاوز هذا التوقيت يعني نصف الليل الساعه 12 من يعني منتصف الليل، لابد لهنا البلديه انها تتدخل ولابد من مركز الامن بالاختصاص الترابي انه يدخل لايقاف هك الحفله هذاك. الا اذا كان نحكيه حتى من الجانب الادبي والاخلاقي يجي شاورك الجار ويقول لك انه راهو عندي حفله وعندي ناس جاييني وكان مش ما يعني مش من يعني كان ما يقلقكش راهو باش نفوتوا كان منتصف يعني الليل باش نمشيو حتى لما الساعه او اقل من ذلك. من الجانب الاخلاقي ومن الجانب الاجتماعي مش مشكل نجم الضحي، لكن حينما يتحول هذا الحق الى تعسف في استعماله ويعني وغياب الاحترام وغياب الاستشاره اللي هي استشاره نتاع جوار. طبعا انت جارك باش تستشيره تقول له راهو باش نقوم بك الاعمال هذيك، نحن عشنا وقلنا انه حتى الجيران كتبدا باش تبدا عندها اشغال في المنزل نتاعها يجي يشاورك راني بربي مع 9 نتاع الصباح غدوه باش نبدا الاشغال نتاعي. لهنا نتخليو عن الجانب القانوني ونتخليو عن الاجراءات القانونيه والتعقيدات الاداريه وكل الاستشارات وما غيره، ونحكيو على الجانب الاخلاقي اللي يحضر في حياتنا اليوميه. ولكن كي يغيب هاك الجانب الاخلاقي نلتجئ الى القانون، ولو انه انا عندي مقوله نقول انه القانون لابد ان لا يستثني احدا ويكون كالسيف. السيف لازم ديما يكون قبل من نتجه للجانب الاخلاقي هو القانون في حد ذاته في جوانب اخلاقيه. طبعا نواصلوا في مدار الجوار اللي هو كما كنت تقول فصول 99 و100. نحكيوا اليوم توا على الاجراءات القانونيه المتبعه باش ان نقوموا يا اما بوقف هك المضره هذيك او يعني بكف الشغب فيما يخص بعض الممارسات اللي تنجم تجينا من قبل الجار. نحكيوا على الاجراءات القانونيه، الاجراءات القانونيه فاش تتمثل؟ اول حاجه نبداو بحاله. نعطيك حاله مدام عفيف، تكون ساكن في عماره والعماره هذيك يكون فيها في اعلى طابق انسان يقطن خارج تراب الجمهوريه ويكون مش متواجد فك الظرفيه اللي صار فيها الضرر. نعطي نوعيه الضرر، مثلا تدفق المياه من الحنفيه، انساك الحنفيه هذيك وك الدار تملت بالماء واصبح فما ضرر ناجم على ما يعرف بالدرجه ان دي. فما ندي باش يجينا بطابق بطابق يعني كل درجه ونحن طالعين يصير ضرر لك العماره نتاعك بدرجه اولى وايضا للطابق نتاعك بدرجه ثانيه. نحكيو كيفاش نقوموا بالاجراءات القانونيه. طبعا انت لا عندك مفتاح ولا عندك يعني كيما نقولوا احنا لوتوريزاسيون او الترخيص باش انك تدخل الى ملك الغير. ليه؟ راهو تنجم تقوم برفع دعوى استعجاليه. شنو معناها حكم استعجالي؟ الحكم استعجالي فيه شرطين اثنين، فيه شرطين اثنين اللي هو الشرط الاول حاله التاكد والشرط الثاني حاله الضروره. حاله التاكد والضروره موجودين اليوم فيما يعرف بالحاله هذه، يعني شنو؟ فما ضرر متاكد وفما ايضا ضرر يعني فما ضروريه في القيام بالحكم الاستعجالي. نقوم بالحكم الاستعجالي هذا اللي هو ما يتجاوزش عاده اليوم، يعني تنجم يتحكم لك في وقتها بالاذن يعني عدل التنفيذ باش انه يعاين هكا الضرر هذاك على يعني العدل التنفيذ اللي باش يقوم لك بالمعاينه باش تقوم باستصدار اذن على عريضه. شنو باش تعمل هنا؟ الاذن على عريضه هذه تخول لك باش انك تمشي يعني الخبير في البنائات باش يقوم بك المعاينه ويعطيك يعني خبير نتاع قداش تتكلف هكا الاصلاحات. تقوم انت ببدايه الاصلاحات وبدايه الاشغال مثلا تكلفت مليون، تكلفت 1000 دينار، فما عندك معاينه من قبل عدل التنفيذ وايضا معاينه من قبيل خبير عدلي في البنائات. لهنا انت استكملت الاجراءات القانونيه. علاش تو جبتهم الحكايه هذوما؟ على خاطر عاده ما انه الجار يصلح الاضرار نتاع جاره ثم كالجار ينكر ويقول شكون قال لك صلح لي الاضرار توكي نروح نصلحهم وحدي؟ ولا شكون قال لك انه الاضرار هذيك باش تخلف لك اضرار في العقار نتاعك؟ لكن اليوم لازم ديما خلينا نحكيو حتى بلغه كوره نكوفريو رواحنا قانونيا باش من بعد نجمو نحكيو على استرجاع مصاريف. استرجاع المصاريف كيفاش باش يكون؟ في حال انه الجار امتنع عن التزام نتاعو التزامك الادبي هذاك انه لازم يرجع لك الفلوس اللي صرفتها. واسترجاع المصاريف هو التزام
وهو تمام الأمانة وفق ما يعبر عنه من أحكام الالتزامات والعقود. إذا كان امتنعك الجار ذاك تجبدك المعاينة متاع عدل التنفيذ اللي يعاينك هك الأضرار، وتجبد أيضا معاينة الخبير العدلي المختص في البنائات اللي باش يقيم لك هك الأضرار الناجمة وقدش تكلفت من حيث يعني السلعة اللي استعملتها على غرار الأسمنت أو الحنفيات أو يعني يعني السمكري أو ما غيره، تقييمها وتعويضها يعطيك الصحة. يعني باش نلخص شوية، أسامة يعني عنده الحق باش ياخذ تعويض في هي ياخذ استرجاع مصاريفه، يسترجع مصاريفه اللي قام بدفعها الجار. وهنا نحكيو على الاسانيد القانونيه اللي هما كما كنت تقول المعاينه اللي قمت يعني بمعاينه عدل التنفيذ، اللي هو شنو مهمته عدل التنفيذ. مهمه عدل التنفيذ انه يقول لك راهو الضرر موجود وحاصل. ثم نحكيو على الخبير العدلي اللي باش يقيم لك الاشغال اللي قمت بها قداش تكلفت وقداش قيمتها. طبعا عندك الحجج الرسميه والحجج اللي يعني تم ابرامها وتم تحريرها من قبل الساده عدول التنفيذ وايضا الساده الخبراء العدليين اللي هما محمولين على صدق والامانه واللي تكون سند قانوني رسمي. يخول لك باش انك تقوم بدعوى في استرجاع المصاريف لدى محكمه الناحيه اذا كان بطبيعه الحال، وهي قوس في الثقافه القانونيه ديما نتبعوا الاختصاص الحكمي. شنو معنى الاختصاص الحكمي مدام عفيفه؟ اذا كان الضرر يفوت 7000 دينار تتحول القضية إلى المحكمة الابتدائية. إذا كان أقل من 7000 دينار نمشيو لمحكمة الناحية. طبعا إذا كان الأضرار اللي تم تقييمها من قبل خبير عدلي أقل من 7000 دينار نمشيو لمحكمة الناحية باش نقوموا بالدعوة نتاعنا في استرجاع المصاريف. وهذا يتسمى وفق مجال الالتزامات والعقود بالتصرف الفضولي. وشنو معنى التصرف الفضولي؟ هو التصرف اللي قمت به أنت على وجه الفضل والإحسان. هذايا من حيث الموضوع كبير ياسر بطبيعة الحال. إذا كان نحكيو على برشا ممارسات بالطبيعة باش يكبر الموضوع. باش يكبر الموضوع. خلينا نمشي شوية للكوجينة ونرجع لك أسامة، تعودت أنت بولد الدار. خويا وين وصلت؟ روايح وقليين ودنيا. بديت نقلي في البصل. ها؟ خاطر باش نعمل دو كويسون، باش نعمل الشتر على الغاز ومن بعديك باش نكمل على الفور. دونك حمرت شويه لما قليت البصل ومن بعديك باش نبدا نقص في الدجاج نتاعي باش ياخذ ونقلي في الزيت باش ياخذ كولوراسيون باهيه. ومن بعديك نبدا نزيدو في الفاح ونبرقو بالماء ونكمل الواحد الكويسون. عمر شنو اللي تعمل فيه؟ باش تفوحوا بالفلفل الشايح الاحمر؟ فلفل شايح باش نفوحوا الثوم، كليل وزعتر الفاح نتاعي بيكا. شويه كركم، سيل بوافر وكهو. هي سامبل على الاخر وخفيف. هي وبني يبدل لنا شويه طعمه اللحم. نهربوا شويه على طعمه اللحم. وراني الرحاب. رحاب انا ديجا بريسك كملت ديسير. حضرت المعجون نتاعي نتاع الهندي، غفصت الهندي بالفرقيته، زدت انفيرون 6 مغارف سكر، وطلعت الياغورت نتاعي والكريم شانتي مع سمارت شيف، حطيتها في كونجيلاتور ونستنى عمر اللي يكمل باش نعملوا دريساج مع بعض. الياغورت والكريم فريش مع بعضهم؟ الياغورت ناتوريل وشانتي مع سمارت شيف. في نفس ال اي نطلعهم بالباتور ونحطهم يبردوا ومن بعد نسنيوا المعجون يعني يبردوا. يعني تحط ياغورت. فوالا. ايه واضح. على قديش عملت مثلا على على 4 ياغورت ناتوريل حطيت ساشي مع سمارت شيف شانتي. باهي برشا، باهي برشا. وصحية شوية على الأقل. أي يوم نقصوا السكر. نقص بعد العلوش نقصوا شوية السكر. سي فغي. باهي تنرجع لكم شيف رحاب وشيف عمر. نواصل مع أسامة على هذا الضرر اللي يكون متأتي من الجيران، وحكينا على برشا ممارسات عمر. أسامة لو كان نحكيو خاصة توا بما يرتبط بموضوع الفضلات وإلقاء الفضلات، وهو مش الحكايه مش موسميه فقط، مش كان في عيد الاضحى، حتى في سير الايام فما ناس تعاني من جيرانها وما يحبوش يستعرفوا وما يحبش يلتزم، حتى كما قلنا لانه كما قال اسامه وقالها اكثر من مره، الالتزام ماهوش قانوني، الالتزام اخلاقي وانساني وادبي، وهذا ما يفرض علينا ديننا قبل، لانه ربي موصينا بالجيران وبالرحمه بين الجيران وانه يعامل جاره معناها والاحسان لجاره، لكن الله غالب فما ناس ربي يهديها. الفضلات وموضوع والقانون وقانونيا كيفاش ناخذوه الموضوع هذا؟ طبعا عجبني الرابط الوثيق اللي قمت به، لانه الاضرار اللي ينظمها يعني القانون اللي باش نحكيو عليه فيما يخص الفضلات والنظافه العامه والصحه العامه. يعني جايتك الموضوع يهمني برشا ونحبه برشا الموضوع هذا، باش ناخذوا بركه مكالمه هاتفيه ونكملوا مع بعضنا. مرحبا وسلامة. ربح حمدي من سكرة رضا، مرحبا بك. الو السلام عليكم. بيك ان شاء الله عيدكم مبروك.
علينا وعليك. عايشك ربي يفضلك يا رضا. بسبب سي انور والعاملين في قناه الزيتون الكل. ربي يفضلك وربي يبارك لك. يعيشك يا رضا. باه العيد عيطتوا بالكدا والامور ماشيه لاباس وسلامات؟ الحمد لله. اما يظهر لي التخمه، شهدتنا التخمه معناها في اخر ايامات ونحس في احنا على الاخر. مشكله التخمه مشكله. عندي زوج تدخلات باللي عايشك. تفضل. هو جانب قانوني وكان نجم هكا على المطبخ زياده ما يسالش. على المطبخ. بالنسبه مساج جانب قانوني يسمع فيك اسامه. باهي باهي اوكي باهي. هو نورمال جار كان سند معناها في التسعينات معناها حتى قبل شوي كان معناها السند. هو الجار هو اللي يعرف عليك كل شيء، هو اللي معاك معناها نهار وليل في المرض في كل شيء. انا الحكايه مش صارت لي انا، ما صارت لخويا عنده جار وهو يعرف اوقاته كلها، اوقات معناها الخدمه نتاعو وقتها يخرج وقتها الدار تفرغ وقتها يبدا شكون موجود معناها يعرف عليه كل شيء. باهي شنو صار هي الحكايه؟ هبط له معناها هو عرف اوقاته الكل، عرف وقتها يمشي يخدم وقتها الدار فارغه. هبط سرق له التلفزه وهو الكونسبسيون تاع الدار معناها عندهم ما فماش منفذ اخر، معناها هما مقابل الدار فما قهوه. اي وفما باب واحد معناها يخرج معناها الجيران معناها الزوز يخرجوا من باب واحد ما فماش منفذ اخر. وتلفزه ساكونت بوس معناها مش شكل حاجه صغيره معناها ساهله باش تهز. فهمتك. وجاء الحاكم معناها حتى البصمات ما لقاش بصمات وتو تو عندها شهرين مشيت الحكايه. معناها في عوض ما يكون السند نتاعك تولي المعلومات هذيك اللي عرف عليك تولي يستخدمها ضدك. يسرقك يعمل لك حاجه يعمل لك مشكله ما عادش كيف. صحيح. الحاجه الاخرى باللي على في المطبخ خاصه بمناسبه العيد هذه. ايه تو مثلا فم برشا مثلا ياكل حاشيك الشحم تاع العلوش. ايه يفضل فما شكون اللي يطيش وفما شكون ما يعرفش يستعمل. بالنسبه للشيخ انا باش نقترح عليه، انا امي الله يرحمها انا من ولاية قصرين عايشه كانت تعمل يسموه كسره بالشحم. ايه مازلت ايه فكره. الجنوب يسموها يظهر لي المطبقه هكا. مطبقه ايه هي بالشحم. صحيح. يسهل لنا راه يسهل لنا على الاخر. أم بريف نعطيك كيفاش تعمل له كهو. باهي. تعمل كيفاه مدام؟ اي معاك انا بيجي نحب اي معاك قاعده نسمع فيك خاطر صحيح. اي والله بدينا على الاخر باهي. في الجنوب في الشمال الغربي زاد يعملوها اي. اي فنبر انا ما عادش هما خاطر سي ما عادش تو ما عادش يستعملوها برشا. اي. باهي. باهي شنو يعملوا؟ يعملوا طبقه جويده معناها عجينه. تعمل خبز صابونه ولا ملاوي ولا حاجه. يعمل كوشه صغيره تبدا جويده. باهي يشدك الشحم هذاك يقرزوا طروف صغار معناها طروف صغار معاهم طروف زاد بصل طروف فلفل ومعناها ماذا بك ما تزيدش معناها كهو شوي ملح كهو. اي فهم اي فهم شنو يعمل بالطماطم. اما علاش انا قلت الطماطم باش النكهه تبقى نتاع الشحم والصلصه اللي تبقى خفيفه. سامحني زيد حتى الشحم نتاع العلوش. ويعمل كوش فوقها كوش عجين اخرى معناها فهمت كيفاه تبدا جويده نفس الكوش الاولانيه. ويطيبهم عادي كان يطيب في معناها خبز طابونه ولا هذيك خبز الطاجين معناها يطيبها عادي. حتى ايش انا يا خويا طيب هنا انا متبقى هوني خلت على الفرن. انت تسمحوا لي نجي تو نجي انا مش نسكن بعيد عليكم. مرحبا بك جارنا في بالك جار واسع لي اللي بي. هي عايشك يرحم والديك. زيد عفيفه حاب نقول سي حمدي. هذه الطيب عادي معناها كانك باش تطيب الخبز الصابونه. تجي فيها يذوبك الشحم الداخل. اي فكره علاش لا؟ اما هي قويه شويه ها؟ هي قويه شويه اما هكا مريره في العام تاع الشحم اللي ما نلوحوهش خير ما نلوحوه. نستغلوه. فما مناطق اخرى عمر عندك فكره؟ فما البنات عندي فكره اخرى كانت مميتي الله يرحمها تعملها و فما اللية نتاع العلوز اذا شفت برشا عبيد يطيشوا في اللية وهي نجموا نعملوها في الكسكسي نتاعنا الشبتيه نحطوا في الكعابر الشبت نحطوا اللية نتاع العلوش تسيب الجريس نتاعها وتسيب السافور نتاعها وتولي بنينه وتعطيها مطعم اخر. فما مناطق اخرى الاندلسيه خاصه يعرفوا زغوان وتستور ممكن يظهر لي فما ما نعرفش ليه ربما يعملوا بنادج ما نعرفش مازال معانا رضا بشحم يذوب بشحم يتعمل مع السميد يتخلط
تسمع فيها شيف؟ اي معك معك. وتصير عجينه وبعد ناخذ تيمة في العيد الكل كانت النساء بكري يعملوها، وبعدك الهبره نتاع اللحم تطيب قليه بالفلفل الاكحل والملح بركه. أيه. وبعد تتحل صغار وتتحط في العجينه اللي هي معموله بالشحم بالشحم نتاع العلوش، تتحط وتجيك الباتي معناها تجي بنينه حلوه بنينه برشا. و اما مره في العام نتاع العيد معناها. اما انا ديجا شفت فما برشا عباد يطيشوا في الدواره وفي اللية او جايين هذيك حاجه هاو جايين يا سيدي يا جايك يا شيخ سبقت الاحداث انا اليوم. لا لا مش مشكل في الموضوع. يعطيك الصحه يا رضا، بارك الله فيك على المداخلة ذي الرقيقة الشقيقة الشقيقة هي بحضين في السكر مدام في السكر مدام شقيقة ايوه شقيقة وش نقولوا رقيقة والبي حلوة برشا معناها أنيقة قالنا برشا فيها برشا إفادة. أسامة نرجع توا وقفنا عند موضوع الفضلات وغيره جاوبوا الاستشارة سي رضا حمداني اللي قال جاره سرق له تلفزته اخر ما تسمع هذه ولكن نهنا مدام عفيفة فيما يخص الاستشارة اللي قام بها السيد رضا حمداني راهو ما تعلقش بمضار الجوار لانه نهنا نحكيو على اعتداء على ملك الغير وبالتالي الاحكام الجزائية نحكيو على عقاب من نوع اخر ما عادش نحكيو على تعويض ومضار الجوار نحكيو على سرقه وسرقه موصوفه وتتوفر فيها القصد الجزائي. قال قهوه ودنيا وناس وتتفرج لا ابار يحكي على ترصد ويحكي على ترصد الاوقات نتاع المهنه نتاعو ونتاع السكن نتاعو. دونك نحن في الماده الجزائيه نحكيو على القصد الجزائي يعني توفر القصد تاع السرقه. ماهيش هكاك ولو انه حتى كان هكاك السرقه تعاقب عليها قانونا ولكن نحكيو على ظرف تجديد اللي هو الترصد انه قام بترصد يعني الاوقات اللي يجي تدخل فيها الجار ويخرج منها وقتش العمل نتاعو وقتش يدخل الكهرباء ويخرجها هذاك الكل فما رصد للاوقات وللقاعده قاعده البيانات نتاعك الجار هذاك وبالتالي نحكيو على الاحكام الجزائيه المنظمه للمجال الجزائيه نحكيو على عقاب نتاع جريمه سرقه ومش على مدار جوار ولكن ايضا نربط بالسيد رضا حمداني انه البين على من ادعاه فيما يخص انه قال انه الجار وانا نستغرب قال انه البصمات تم رفعها ولم يتم اكتشاف يعني البصمات نتاع الجار هذايا لو كان انت في استجوابك قلت اني نشك في جار معين او نشك في انسان معين او في مواطن او في عامل ولا عامل منزلي ولا عامله منزليه ولا غيره يتم رفع البصمات ويتم مقارنتها بالبصمات الموجوده ولا حتى بعدم وجودها عندنا مثال نقولوا انه البحث يجيب يتم استنطاقهم ويتم يعني معاقبتهم على الجريمه اللي ارتكبوها وفي غياب الأدلة وغياب أيضا الأبحاث لدى باحث البداية سيد باحث البداية اللي باش يقوم باستنطاق المواطن هذايا ولا المشبوه فيه والمتهم في غياب بطبيعة الحال الأدلة يتم إخلاء السبيل ويتم يعني تقييد يعني القضية هذيك ضد مجهول باهي هو ربي يهدي من المخلق كما قال هو سيريدا علق في حاجة قالها كلمة كبيرة قال اللي كان الجار سند ومعناها في المرض نلقاه وفي الفرح نلقاه اليوم معناها إن شاء الله ربي يهدي احنا ما نحبوش نشوفوا هالممارسات هذيا وفقط احنا نحكيوا عليها كاستثناءات ولا غالب هذا موجود. وسيما نرجع للموضوع اللي وصلنا له هو الفضلات اللي كان اللي يتم القائها على الجار هل يتم تتبعها قانونيا وكيف ذلك؟ بطبيعه الحال يتم تتبعها قانونيا ولكن قبل ما نحكيو على الجار خذينا الجار كيعني كصفه يعني استثنائيه نحكيو على المواطن التونسي باكمله سواء كان جارك ولا مش جارك. لذا عندنا الامر الحكومي عدد 433 لسنه 2017 واللي تم المصادقه عليه اخيرا في افريل 2017 اللي جاء بخطايا ماليه اللي تنظم يعني المعاقبه وتعاقب على الفضلات اللي تم رميها في الشارع واللي تكدر صحة المواطن وأيضا تلوثك الصحة العامة والنظافة العامة للشوارع العمومية دار جارك بطبيعة الحال. أيوة. طبعا اليوم ما نحكيوش توا على الجار ونخليوه على جنب نحكيو على النظافة العامة والصحة العامة بالشوارع التونسية بجميع الولايات بال 24 ولاية متاع تونس لأنه القانون حينما يدخل حيز التنفيذ فإنه يخص كل وكامل تراب الجمهورية التونسية نحكيو على خطايا مالية بمبلغين اثنين عن خطايا مالية ب 40 دينار وخطايا مالية ب 60 دينار وهو باش نعطيكم أمثلة على الخطايا المالية متاع 40 دينار و 60 دينار ونربطوها بمناسبة عيد الأضحى وبالمشاهد اللي ريناها طيلة هالأربع أيام هذية وما قبل نحكي لكم على الخطايا المالية متاع 40 دينار اللي هو شنو يتمثل في رمي الفضلات في غير التوقيت متاعها
البلديه تحط توقيت بالمناطق البلديه المختصه، تقول انه راي حاويت ويعني الشاحنه نتاع الحاويات يعني فيما يخص رفع الفضلات تمر مثلا على الساعه 11 نتاع الليل، والا تمر مثلا نتاع 8 نتاع الصباح يعني باش ترفعك الفضلات هذيك. اذا كان يتم رميهم ويتم مراقبتهم من قبل الشرطه البيئيه اللي نحكيوا عليه كجهاز مختص، او ايضا كل من له صفه الضبط العدليه. وصفه الضبط العدليه هي شنو تخولك؟ صفه الضبط العدليه تتعطى وفق الفصل 10 من مجله اجراءات جزائيه اللي تخول الى مجموعه من اعوان الادارات، مجموعه من اعوان الحرس الوطني، مجموعه من الاعوان الامنيين، انهم يعاينوا هك المخالفات هذيك او الجنح المرتكبه ويتم تدبحهم قانونيا ب يعني تحرير مخالفات وتحرير خطايا ماليه. يعني اذا كان عون يعني امن او عون حرس وطني قام بالشاف هك الجار هذاك يرمي في الفضلات، ولا شاف مواطن تونسي يرمي بفضائل السجائر ولا فضلات متعلقه يعني الفضلات المتعلقه بالدار نتاعك، فانه من واجبه وله الضابطه العدليه وصفه الضابطه العدليه في تحرير مخالفه وخطيه ماليه قدرها 40 دينار. ولكن نربطوا هالموضوع هذا بمناسبه عيد الاضحى. عندنا الجلود والصوف، وعندنا جثث الحيوانات وبقاياهم. الجثث اللي هما نجموا نلقاو يعني الدماغ نتاع العلوش، شوف انا ياسر ضخمتها الدماغ نتاع العلوش، راس العلوش، وايضا يعني بعض البقايا والجثث نتاع الحيوانات. تسمع معه شيف؟ نحكيو يعني حتى جثث الحيوانات، مش حتى يعني الخروف، ولكن نحكيو على الدجاج، الحيوانات اللي يتم رميهم، ايضا الكلاب اللي مثلا يتنجم يتوفى ويموت والموليه ما يتمش دفنه، ما يقومش بدفنه، يخليها كيكه قدام الدار ولا في الشارع، بطبيعه الحال مسؤول عليه ويتم معاقبته بخطيه ماليه قدرها 60 دينار. وبربي اسامه بالنسبه للجار اللي يمارس في عمل بحذا في داره، معناها بحذا دار جار، وجار ينظف، فما شكون يتفرج فيه يفهم اكيد على شكون نحكي. وجار كله ينظف الى درجه انه لقب بلبيب، والسيد يحط له فضلات، ربي يهديه يحط له الفضلات، فكيفاش تتعامل؟ الفصل 99 مجال التزامات والعقود اللي يقول لك من واجب هالجار هذايا اللي لحقته ضرر، ضرر هذايا ضرر المضره، واضح ضرر واضح بطبيعه الحال، على انه يتم كف الشغب من قبل هالجار هذايا اللي بجنبه، ويتم يعني عدم يعني القاء الفضلات قدام المنزل نتاعه اللي هو استهداف، يعني عباره انسان انا ننظف قدام داري وانت تجي تحط لي الفضلات قدام المنزل نتاعي. طبعا يعني بطبيعه الحال يتسمى هذايا انسان قاصد انه ديما يحط الفضلات قدام المنزل هذايا، ويتم رفع المضره التنبيه عليه بمنحة اول وبدرجه اولى انه يتم التنبيه. اذا كان امتثل امتثل، اذا كان ما امتثلش يتم معاقبته وفق الامر الحكومي. فما خطايا ماليه طبعا، انه قبل ما نحكيوا على العقار نتاع السيد هذا الجار نحكيوا على شارع عمومي. طبعا الشارع العمومي يستوجب خطايا ماليه نجم يتم معاقبته على الفضلات اللي قاعد يرمي فيهم. ولكن نحكي من الجانب التعويضي ومن الجانب المحكمه العدليه، من حقها انها تحكم لك بتعويض على المضره اللي حصلت لك اللي هي مضره متكرره. وهنا نحكي لك بربي على فصل قانوني نحن ندرسوه في كليه الحقوق واللي باش يفيد برشا ناس. نحكيو على الفصل 96، مش سكوب، هو موجود من عام 1906، من عام 1906 منذ ان تم تحرير مجله الالتزامات والعقود. باهي، وبربي خلينا نحكي لك من الجانب التاريخي، هو حديث حديث. من عام 1906 تم المصادقه على مجله الالتزامات والعقود سنه 1907 ودخلت حيز التنفيذ. من بعد ولا عندنا مجموعه من الفصول من بينهم الفصل 96 من مجله الالتزامات والعقود اللي شنو يقول لك؟ يقول لك كل من له شيء في حفظه، يعني اللي عنده حاجه يحفظها هو ويقعد يستغل فيها يوميا، فهو مطالب باش انه يراه يتم التعويض اذا كان الحاجه هذيك خلفت اضرار. نحكيه مثلا على يعني مثلا عمود هو اللي بناه الشخص هذاك، ولا سور قام ببنائه مالك العقار هذاك، وقام ببنائه مثلا بمواد غير صالحه للبناء، وهك الحيط هذاك طاح على احد المواطنين. طبعا هنا برشا يبدا متعدي في الشارع يقول لك قضاء الله وقدر، ولكن لا، راهو من الناحيه القانونيه صاحبك العقار هذاك اللي ثبتت انه قام ببناء هك السور هذاك بدون الاستجابه يعني الى بعض الشروط نتاع المواد الصالحه للبناء، او نحكيه حتى على السياره اللي مثلا كانت مركونه بطريقه غير يعني منطقيه، مثلا خليها في صعده والفرامان طايح،
والفريماك يبدا طايح، السياره هذيك هبطت وضربت مثلا رضيع او ضربت طفل ولا ضربت مواطن كان قاعد وقله انتباه منه انه السياره هذيك من سوء تصرف وعدم حسن تصرف هاك الشخص مالك السياره. نحكيه اليوم على كل من له شيء في حفظه على انه يطالب بالمسؤوليه المدنيه وبالتعويض. وهذا الفصل عنده جانب تاريخي كبير كان موجود في المجلة العثمانية وبالتحديد في الفصل 87 من المجلة العثمانية. وتعرف أنت الجانب التاريخي التونسي أنه كانوا العثمانيين يحكموا الإيالة التونسية قبل ما تولي بلاد تونسية، واللي كانت وفق يعني منحة مغاير ما كانتش اسمها يعني المسؤولية الشيئية، ولكن كانت اسمها من له النماء فعليه التواء. شنو معناها من له النماء فعليه التواء؟ يعني كل من له شيء قاعد يستغل فيه ويجيب له يا إما في أرباح أو حتى في حاجات يعني قاعدة نتاع داره ولا حاجة يستعمل فيها يوميا يعني حاجة يستفيد منها، يعطيك صحة، عليه التواء يعني عليه جبر المضرة والتعويض في صورة حصول ضرر. هذا يعني حكينا بصورة عامة. واضح. وسمع وكيفاش فعليا يقوم أو يتقدم الجار المتضرر بتتبعات قانونية إزاء معناها الضرر اللي لحقه؟ كما قلنا احنا توا فصلنا برشا ممارسات وبالتأكيد أن نستفاد منها سادة وسيدة مشاهدين. كما كنت نقول في صورة وجود ضرر فإنه يتم يعني عدل التنفيذ، معاينة من قبل عدل التنفيذ، تعين لك هكا الضرر هذاك الموجود والحاصل من قبل جارك ولا من قبل أي مواطن عادي، حتى من قبل إذا كانوا نقولوا أقرب الناس ليك اللي نجم يكون يسكن فوقك وفما اختلافات يعني كما نقولوا نحن حول مساحة معينة ولا حول مدرج معين، فما يعني تكسير، فما تهشيم، فما تعدي على ممتلك متاعك، فما مضرة حاصلة ليك، تقوم بمعاينة أولية من قبل عدل التنفيذ. اللي مهمة عدل التنفيذ هذية باش يعاين لك هكا ضرر الناجم ويتم تدوينه رسميا ويقولوا انه فما ضرر حاصل باك العقار هذاك. ننتقلوا ثانيا الى الاذن على عريضة، طلب اذن على عريضة من قبل يعني خبير اللي باش يقوم يعني بالاذن الى خبير عدلي في ميدان البنائات ولا في ميدان اي ضرر اللي مختص فيك الخبير هذاك، يقيم لك قيمة الاضرار اللي كانت تقوم بتصليحها او باصلاحها قديش تتكلف لك. مثلا أمر لك الخبير العدلي والإكسبير هذية بأنه التكاليف متاع الأضرار هذيك تتجاوز 3000 دينار. طبعا هذوما الأسانيد الرسمية يعني الحجج اللي تخول لك باش تطالب بحقك، ثم تقوم برفع دعوة في استرجاع مصاريف يعني أمام المحكمة المختصة ترابيا وحكميا، يعني حسب طبيعة الحال كما كنت أقول لك قيمة هاك الأضرار هذيك إذا كانت تجاوزت 7000 دينار فإنه المحكمة الابتدائية هي المختصة، وإذا كان أقل من 7000 دينار فإنه المحكمة الناحية هي المختصة ترابيا وحكميا. ومن هنا تبدأ الإجراءات وتتم المحكمة على حساب المؤيدات هذيك باسترجاع المصاريف وتعوض لك، وعندنا ما يعرف بمبدأ التعويض الكامل. شنو معنى مبدأ التعويض الكامل؟ الضرر ولا شيء غير الضرر، يعني الضرر تكلف لك 1000 دينار يتم تعويض على كضرر ب 1000 دينار، لا اقل من 1000 ولا اكثر من 1000. واضح، والقانون واضح وصريح. واضح. ولا يحمي المغفلين. ولا يحمي المغفلين. نزيدوها. خويا يعطيك الصحة. شكرا. على كل هذه الإيضاحات. توا باش نمروا المصحات عندي زاد حتى أنا عندي جيراني ساعات يقلقوني شوية. تفضل. نحب نقلقك. تفضل خويا. لا ما تقلقش. ما حبيتش نتعداكم. لا حسيت بيك راهو جايتك لما حالة، أما عندي دخلت الوقت المناسب. ديجا قلنا باش نعملوا الكويسون تاع الدجاج على من الاول على الغاز ومن بعديك باش ننزلوا الفور، بدلته انا في الوحده هذه نتاع الكوشه، حطيت معاها مرقته بالماء كليل وزعتر بيكا فيه ومعها شويه فلفل شايح، وباش نزيدوا كعبات البطاطا باش نزيد ندور بها كي كعبات البطاطا. حلو بي برشا. نقصنا شويه الوقت موال التطيب على الغاز، نقصنا وانت ايش قالك انت تعطيني كيس فرويتو شفت اني خلطت حتى انا نستنى في الجو مالا ياسر بنينه ريحه الجو جو وي وفيه برشا اغام يعني عنده برشا مكان جا اللي حطيته انا فيه مانجو هي وكيوي نورمالمون فماش اناناس تعملي اناناس فما اناناس نستنى كيس اناناس اوكي استنى مش نتمنى نستنى استنى شوي خلينا نعمل كيس اناناس من فرويتو اوكي هي هو سريع فيسا فيسا يحضر فيسا فيسا دوما نحط الماء ونخلط هذه القانونية نتاع الجيران هذه مشكلة ربي إن شاء الله يعطينا يطيح بنا الناس الباهية يا أخي نورمال الفقرة الموالية أسامة اللي تعودنا بها في الموضوع
برشا صور كما قلنا كانت كانت فضيعة. اكثر من فظيعه وكارثيه كما قلت. ناخذوا شرط الفقره ونبداو نشوفوا الصور مع بعض. طيب يا سيدي صور اليوم، هذه صورة شخصيا لما شفتها من الاول ما قلت شنو الغلطة اللي فيها، فماش غلطة، لكن الغلطة يمكن لو كان جات عندنا ماهر العرفاوي معناها ظاهرة ولا يمكن يعرفوها الأخصائيين في الذبح. وشنو الغلطة اللي فيها أسامة؟ والله أنا مانيش مختص في ميدان الذبح، ولكن في ميدان لقاع الرفيع. خلينا في الأخرى، خلينا في لقاع الرفيع معناها هو يعني فضلات هكاك مطيشه يعني يشوف لا يذبح في جنب بعضه ماهوش معقول. لا لا هو يخليه بجنب بعضه ما يخليش، يلزم يسيح دم الاضحيه بعيده على الاخرى. انا يعني قلت لك هذا من الجانب صحية. من الجانب ممكن الصحي صحيح. ومن الجانب الديني يعني الجانب القانوني ما فهمش. ما الجانب القانوني ما فهمش، لكن صحيا ماهوش معقول، لا يجوز، يلزم تكون الاضحيه بعيده على الاخرى ويلزمنا ننتبه. اما سامحني انا نيرة وشفت حتى صور في المدينه المنوره يتم الذبح بطريقه، انا كما كنت اقول مانيش مختص في عمليه الذبح، ولكن بطريقه مش كما تربينا عليها ومش كما تثقفنا عليها حتى في التربيه الاسلاميه وما غيره في تكويننا الابتدائي. يقول لك الضحيه ما تتذبحش وهي واقفه، وما تتذبحش يعني بجنب يعني الـ 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 يعني الخروف الاخر ولا التصويره اللي فيها الراس لا لا صدقني يعني خروف واقف وما هما السرعه برشا ما الحجيج يجيبوا يعني الاضحيات نتاعهم يعني بالواقفه قاعد يذبح فيهم، ويعني يتم رميهم يعني كاريمون يتم يعني هكا يرمي الضحية هذيك، لا من الناحيه الدينيه لا من الناحيه الاخلاقيه. يعني اذا كان استغربها ايضا من البقاع المقدسه اكثر من اني نستغربها من عند يعني مثلا تجار. لا لا سناء ابدعوا حتى في تونس، نمشي للصوره اللي من بعدها بالله. سناء ابداع في مش نورمال حتى ترف، احنا نقولوها بالتونسي يا اخي نورمال ما سميناه. اللي من بعدها ناخذوها عماد. هذه انا استغربت، انا قلت مش في تونس مستحيل يا اخوي. شايف ماناش مستانسين، فما زميلتي هيفا بعثت لي في العيد معايده وبعثت لي معاها نكته على الدوره، قالت لها انت مين طلعت واحده في الفيسبوك؟ قالت لها شكون اللي طلع لك فكره الدواره خليتنا تعبين معناها اجيال وراء اجيال. اي واحنا تعبين في جره الدواره وعصبين، لكن على الاقل ما يتمسخش وعلى الاقل شو هذا؟ عفيفة البروبليم اللي هما يبداو بحاطينهم تبدا البوبيل فارغه وهما حاطينها بجنب اللوطه في القاعه مش حتى في الفيسبوك. سامحني رحاب ميم حتى البوبيل فارغه وكل شيء هذيك نعرف كلتور تبدا البوبيل فارغه وهو يبدا بالكهرباء متعدي ويحب يقمر يلعب في الباسكيت. مي سامحني هذاك الدوارات هذوما كلهم ما ينظفوهمش نسى معناها نفهم الحراير نتاع تونس معناها كيفاش مسخوط. نرجعوا هش تو ندوروا نعاودوا نرجعوا نفس الكلمه نتاع الحراير اللي ما تعرفش تغسل الدواره ما خذتها في ولد الناس خساره. نرجعوها خاطر لا عندها فائده على الاقل بيئيه. هذايا مثلا كي من كي مخالفه بيئيه وتستوجب خطيه ماليه قدر 60 دينار اذا كان بطبيعه الحال تم يعني رصد هالمخالفين هذايا. والله يا اسامه 60 والله ما يش ندعي. لكن سامحني قداش من دواره ضربها في 60 تتولي حاجه بها؟ سامحني مش على الكوتش كلها. عيدوا نهار لا مش بالكونتيتي زاد ما يفهموش بالغلط السادة المشاهدين. يعني انا ما نصورش سامحني. هذا تخلصت منه وندفع 60 دينار. ما نصورش انا يعني هالكميه هذه نتاع الفضلات من قبل مواطن واحد. نجم تكون من قبل بعض المواطنين مش العباد الكل عندها يقول لي عماره ولا مش عارف. اي يعطيك الصح قصه. وانا نحكيو على واجب الشرطه البيئيه اللي انا موقفي الشخصي بالضبط موقفي الشخصي واكررها انه انا استنيت يعني جهاز الشرطه البيئيه باش انه يقوم باعمال اكثر في مناسبه عيد الاضحى، ولكن في يعني في جلسه خاصه بيني وبين نفسي من عارف سامحني سامحني بالاطلاع نلقى انه الشرطه البيئيه عندها 163 عون في ولايات تونس الكبرى باربع ولاياتها، يعني تصور انت 163 عون باش يتم يعني تفرقتهم على تونس، منوبه، اريانه وبن عروس، العدد ضعيف جدا، وبالتالي ما نستغربش غياب دور الشرطه البيئيه كجهاز مختص. انتبهوا الناس خلي تخدم ومن جهه اخرى خلي ننظفوا، خاطر ما نعرفش علاش هالتجاوزات هذيا قاعده تتكرر وتكثر يا اسامه. هذه المشكله، معناها انا هو قانون ردعي باش يكون باش نرجعوا لحديثك الاولاني اللي هو الموضوع اخلاقي انساني
زاد حضاري برشا للاسف ينظروا للمساله هذه. وينهم هالتوانسه هذوما معناها معقوله معناها للاسف ينظروا لها من مساله اولويات. اي يشوفوا انه الاولويه ما تتم يعني ماهيش من اولويه نتاع رفع الفضلات، يشوفوا ان الفضلات حاجه استثنائيه وثانويه، ولكن للاسف انه راهو هي وجهه البلاد. اسامه زاد فما برشا انانيه، وقت لي انا تخرجها من دارك وتحطها لغيرك قدام داره في الشارع اللي هو معناها مرفق عام للناس الكل ماهوش معقول. ندخلوا في الليغويزم، كاين واحد حد لا يخمم في صغارنا بالضبط. في الانانيه والتحضر وينه اللي يحكي. ولو سامحني يعني في نفس التحضر نكمل لك من جانب اخر ومن جانب نعيشه كل يوم. في حل يعني خارق للعاده، تعرف الفضلات هذو شو باش يصير لهم؟ ما يصيرش يعني رفع، يتم احراقه. وك الاحراق هذاك يسعى له انه فيه يعني نتخلصوا منه ماك الفضلات، هو يزيد يعكر صحه المواطن. الدخان اولا، ثانيا انك الفضلات راهي فما بلاستيك، فما نوع من البلاستيك اللي ما يستحملش الحريقه واللي يخلف تاثير على الصحه وعلى الدخان اللي تم افرازه من قبل لك شيء هذاك. هو يعتبره حل ولكن هو مصيبه. مازلت عندنا تصاور جلود ولا فجلود زاد سناء بطل العالم في تونس قبل الحقيقة حا... سامحني أنا جلود نتصور العباد قبل كانوا يستحفظوا عليهم. يا حسرة عهد مميتي ومميتك وذوكم يلموهم ويعملوهم حاجة كانوا يستحفظوا عليهم كما قالك عمر. والله علاش ليه وإلا على الأقل يا ناس ياخذ واحد يشري شكارة مو شريك انت العلوت على الأقل حجرة ب 500 و400 دينار اشري معاه ساشي شكاير باك كامل هو باك يتباع فيه مثلا تلقاه 15 يعني كيس وتستحقه في حياتك. باهي واضح، وصلنا المعلومه ان شاء الله وصلت، وان شاء الله ما تتكررش مثل هذه الصور. نحب صور ايجابيه وباهيه. شكرا لك اسامه الشوالي، يعطيك الصحه. الموضوع اليوم كان واضح وصريح. شكرا. والقانون لا يحمي المغفلين. شكرا. الفقره شيف عمر شيف رحاب، نرجع لكم بعد شويه. نسمحكم الساده المشاهدين نطلعوا فاصل ثم نتواصل باذن الله. مواصلين معكم مشاهدينا الكرام حلقة اليوم برنامجكم نهارنا هكا، ونواصلوا كما قلت لكم وفي استعراض مختلف فقرات اليوم. عندنا استضافة متميزة لفنان تونسي هو من جيل التسعينات، برز معاه في فترة ومع مجموعة من الفنانين التوانسة اللي فيهم من غابوا من واصلوا من شدوا صحيح، فما من اللي غير مساره الفني وفما اللي التزم بلون فني معين. احنا سعداء جدا اليوم باستقباله لانه ذكرنا بالزمن الجميل. خلينا نقول الاغنيه التونسيه هو من الفنانين اللي اختار الالتزام الفني اللي نحكي عليه في كل مره، وبرز مع مجموعه وثله من الفنانين التونسه اللي نعتز بهم. سعيده جدا باستقبال الفنان التونسي وحيد الحثروبي، مرحبا بك وحيد. شكرا يعيشك. الله يسلمك. بارك الله فيك. وين الغيبه ساعه اولا؟ والله هي صحيح غيبة، أما قاعد ننشط، قاعد نسعى، قاعد اللحن، وعندنا مجموعة يعني فرقة موسيقية، فرقة إنشاد ديني. نعم. يعني تكونت عندها مدة باهية، عندها فما 8 سنوات. وعندنا يعني سمحني على اليوتيوب يعني موجودة، وعلى الفيسبوك موجودة عدد يعني أعمال كثيرة، وتعديت حتى في التلفزة يعني كليبات من إنتاج مجموعة النور، فرقة النور للإنشاد. علاش وحيد الفنان التونسي لما ينشط هكا ويخدم بغزاره ويتعب ويعطي من مجهوده ويعطي من وقته ويعطي من فلوسه، خليني نقول ما فماش ماكينات الانتاج في الحقيقه. أي. يعني ما فماش تنتج الحساب من حسابك الخاص. حسابي الخاص طبعا. يعني علاش ما يظهرش؟ والله هذا يخرج عن نطاقنا احنا. اذا كان يعني اي قناه كما نشكركم وتحية شكر لك انت وللفريق التقني الكل لكلكم يعني تحية شكر تقدير يعني توجت لي الدعوة جيت يعني لكن يعني يعني بصراحة تحط المسؤولية في الإعلام اليوم نحطها بالنسبة يعني مشكلة للإعلام خارج عن تقيانا وحتى بالنسبة لزملائي خاطر ثم يعني عندنا في تونس مجموعة كبيرة أصوات جميلة وأنت تعرف هذا يعني صحيح. أصوات جميلة وأداها يعني ممتاز جدا للاسف يعني ما ان شاء الله على كل بشراو نور بحول الله ان شاء الله الامل يبقى الامل والتفاؤل. خلينا يعني قبل ما نسمعوا الاغنيه جديده على طريقه البلاي باك خلينا نسمعوا شويه لايف بما انه العود جاهز ونسمعوا في الاوتار والنغمات. خلينا سمعنا حاجه على هذه الفكره. ايش خير من الصلاه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكره عليه الصلاه والسلام.
والله ما طلعت شمس ولا غربت والله ما طلعت شمس ولا غربت والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي ولا شربت لذيذ الماء من ظمأ ولا شربت لذيذ الماء من ظمأ إلا رأيت خيالا إلا رأيت خيالا خيالا منك في الكاس اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجاب الشكر علينا ما دعا لله داع شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع أنت والله يا محمد أنت مفتاح الصدور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور زخرفت جنة عدن أعدت للمتقين قال ربي فادخلوها بسلام يعطيك الصحة بارك الله فيك عشان. وحيد ذكرتنا صوتك ذكرتنا بفترة كما حكيت عليها في التقديم فترة بروز مجموعة من الأصوات التونسية اللي تفرقتوا كما قلت وفيكم اللي اختار والتزم بأنواع وأنماط موسيقية مختلفة فلو نتذكروا الفترة هذيك حتى يعني نقولوا لي هو مش للأسف ما نحبوش نتحسروا لكن فترة كانت ذهبية جدا في تاريخ الأغنية التونسية أكيد كانت فترة ذهبية هي أوائل التسعينات يعني عام 92 خذيت الجائزة الثالثة نعم يعني أعد مطرب من المطربين اللي تبنيتهم الإذاعة والتلفزة التونسية مطرب الإذاعة والتلفزة التونسية يعني بالنسبة لي أنا
درصاف الحمداني ومعنا صوت اخر بعد على الساحه الفنيه يعني. وعندي في الخزينه نتاع الاذاعه عدد كبير من الاغاني العديد الاسماء اللي اعطاوا الكثير اللي مازالوا موجودين ان شاء الله ربي يطول في اعمارهم ويعطيونا الساحه الفنيه ان شاء الله بحول الله. واللي توفى والله يرحمهم ان شاء الله يعني. الحمد لله كما قلت خليت في الذاكره الفنيه مازالت موجوده بليك برشا اغاني لله. لكن باش نقرب بالصوره ربما اللي الجيل الجديد اللي ما يعرفكش أيوة. فما اغنيه معروفه برشا كنا مررناها في العيد الصغير نتذكروها مع بعضنا أيوة. نسمعوها على باللايف شويه بالعود أيوة. ها اكيد باش يتذكروك بالاغنيه مبروك العيد مبروك العيد مبروك 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 العيد مبروك 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 العيد مبروك 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 العيد مبروك 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 العيد يا محلى العيد كيف هاللولاح وغنى الطير اليوم افراح 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 مبروك 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 العيد مبروك 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 العيد مبروك 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 العيد مبروك 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 العيد محلى السماح انسوا اللي راح تضحك الرياح والبال مرتاح سماح سماح مبروك 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 العيد مبروك 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 العيد مبروك 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 العيد مبروك 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 العيد. هذه هي اللي تعرفت برشا في فترة كلمات كلمات الأخت العزيزة سمية الحفروبي. تحية كبيرة لسمية الفنانة التونسية سمية الحفروبي والحاني. الحاني طبعا. نعم الحان وحيد الحفروبي. توزيع منير الغضاب. توزيع منير الغضاب من أحسن. وزع لي عدد كبير من الأغاني يعني. تحية لي زيدا منير أعمال صاحب أعمال وهيتات كبيرة برشا. ما شاء الله يعني. وحيد محوجنا للأغاني هذه اللي فيها كلمة حتى لو كان يكون لحن معناها خفيف لكن يكون تسمع لحن تسمع يعني الأذن. تعيبش على الساحة الفنية جديدة الأصوات جديدة اختياراتهم الموسيقية جديدة تعيبش عليهم بعض الاختيارات تغيرت الساحة الفنية التونسية؟ والله ثم نوعية متاع أغاني انتشرت ونقول تحمل صوتي بالكلمة هذه للأسف الشديد وهذه يعني يألمني خاطر ثم مرات كلمات عديد المرات ديجا حتى الكلمة ما تعداش تقول تيت تيت ما تعداش الكلمة ومرات تعدى الكلمة ومرات حتى الحضور بيدو للأسف الشديد ولات حاجة عادية يعني واحد كي يتعدى سامحني يعني شطروا من فوق يعني من فوق مش لابس من غير لائق يعني غير مظهر غير لائق يعني مظهر غير لائق ولات للاسف حاجه عاديه يعني هنا باقي نرجع ونقول الاعلام عنده دور كبير ياسر اذا كان يحب يلقى بالمشهد صح. الاعلامي راهو الملحنين موجودين يعني والكتاب موجودين والاصوات تعج بلادنا بالاصوات صحيح هذاك علاش احنا تلقاهم اصوات مش معروفين في تونس ويطلع يغني في يعني في منوعة مشهورة على مستوى عربي أو مستوى عالمي وفي فترة وجيزة يعني في أيام معدودات أو هي صناعة النجوم وإحنا نجم نصنع النجوم راهو لكن نحطوا اليد في اليد إحنا نعم يعني نحطوا اليد في اليد بحول الله طاقات موجودة الإبداع موجود لكن نرجع نقول القنوات يحاولوا يعني الإبداع يركزوا على الإبداع تقول شيء من خلال كلامك انه معناها وليت الانتشار يعني تقديم والانتشار الفني في تونس بالنسبه للفن التونسي ولا فرصه ما عادش حق اللي قبل كان حقه يتعدى التونسي اولا اليوم ولا يستنى في فرصه صحيح تتصور انا احنا ديما نحكيو فيها الحكايه يعني نقولها ربما واحد اخر بلاصتي انا ما يقولش الكلام هذا يعني 8 سنين ما تعديش في التلفزه وفي الاذاعه بالضبط انا عندي برشا ما شفتك وسعيت مرات حتى عبر الفيسبوك سعيت لي زملاء فما شكون هذا في ذكر الاسماء يعني نحترمهم ونعزهم اليوم الغدوه وديما نحبهم راهو ديما نحبهم برشا برشا واللي ثم منشطين في بداياتهم كان عندي فضل مش انا بركه يعني عدد كبير من زملائي كان عندهم فضل باش المنشط هذاك بين احنا ولا توا اسمه فلان او فلان لفيت ذكر لك الاسماء او فلان او فلان للاسف الشديد ما نعرفش شنو يعني ندرى مش عارف ندرى في حالات هو غرور يعني بعد ما زعم ما ان اكرمكم عند الله اتقاكم
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وحكاية فارغة والله. الحمد لله أنا الحمد يعني الحمد لله. الحمد لله قاعد نول في نفسي لبستي الحمد لله إنتاجي أموري كلها يعني والحمد الحمد لله ومتهني وشيك وعامل كيف الحمد لله. كانت عديت مرحبا يسمع نورنا يعني الحمد لله يعني عزيز وغالي بالتأكيد يعيشك ربي يسر وانت معناها انا ديما نقولها ونعاودها من خلال هذا اللقاء انت من الفنانين اللي مثلت جيل كامل زيدا معناها وخليت في الذاكره الموسيقى مازلت موجوده معناها اغانيك والصغار والكبار يحبوها يظل لنا نسمع في عمر قال عرفتها معناها بالغنيه عرفت العيد تعديت هي لا بكري ايام تعديت اوكي يسمعها يحسها مش غريب عليه العيد اي مش غريب عليه ذكرنا وقت العيد ديما نسمع في فتره صحيح بس عليكم في فتره من الفترات في التسعينات 92 يعني لقبوني بكر محمود تونس انا مش نقلد فيه كرم الله يرحمه يعني مغروم كرم محمود وعبد الوهاب اي عبد الوهاب نسمع شويه عبد الوهاب حني قلبي ليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه كل ده كان ليه كان ليه ليه عليه ليه ليه يشبه النسمة في ليالي سيف فاتني وفي قلبي شو بيلعب بي وفي خيالي سيف قال لي كم كلمة يشبه النسمة في ليالي سيف فاتني وفي قلبي شو بيلعب بي وفي خيالي تيف غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه وان شفته حقوله ايه وان شفته حقوله ايه كل ده كان ليه لما شفت عيني كل ده كان ليه لما شفت عيني حن قلبي ليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه كل ده كان ليه كان ليه ليه
ليك ليك ليك. ما شاء الله ما شاء الله، الوقت قاعد يجري بطريقه رهيبه. انا حبيت نسمع شويه كير محمود، لكن عايز. انا هذه ما هي الا مسافحه اولى فنان وحيد الحضروبي، اكيد انك باش تكون حاضر معنا ان شاء الله في مسافحات اخرى وفي مناسبات اخرى. خيرنا انك تكون معنا في حلقه رابع ايام العيد، وهي حلقه خاصه ما زلنا معيدين ان شاء الله كل عام واحنا كلنا بخير وطيبين. امين يا رب العالمين. لكن نخيروا انه باش نختموا معاك قبل ما نودعوك، باش نعطيوك كلمه الختام، وباش نودعوك بعمل جديد لي في نيوانك. قبلها نخلي لك كلمه الختام. والله يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم على الاستضافه، ونتمنى يعني لتونس والبلدان الاسلاميه الكل يعني مزيد الرقي والسلام والسلام والمحبه والمحبه والسلام ان شاء الله يا رب والمحبه، ونعاودها مره اخرى والسلام والمحبه والعمل والعمل العمل العباده راهو ان شاء الله. يزلنا نستحضروا ديما نستحضروا المرء سبحانه وتعالى. صحيح مرات المدير مثلا يغيب ما يشوفكش ما يراكش المدير ولا رئيس المدير العام ولا كذا، اما ثم العلي القدير الرحمن الرحيم العليم الخبير الله يتابع اعمالنا. صحيح يتابع في اعمالنا ويشاهد فينا طبعا. يعني ديما يلزمنا نستحضروا المولى طبعا سبحانه وتعالى. يعطيك الصحه بارك الله فيك. يعيشك. شكرا على هذا الحضور. باش تقول لنا باش نودعوك باغنيه لي في نيوالك قبل ما نطلع بعد ان شاء الله فاصل على طول، نحب نعرف كلمات والحان هذه الاغنيه، هل هو عمل جديد؟ نعم هو عمل جديد، وهو اخر ما سجلت هي من الحان صديقي عازف البيانو الممتاز جدا والموزع مراد التومي، وهي من كلمات عبد الرحيم البرعي. تحية اليوم شكرا لك، وان شاء الله ديما مبدع وان شاء الله ديما متألق ومنور، وان شاء الله نشوفوك في اعمال ومسافحات اخرى. فنان وحيد الحضروبي، نخليوك مع اللي نختموا به لقائنا هذا لي في نيوالك على طريقة البلاي باك. لي في نوالك يا مولاي آمال من حيث لا ينفع أهلون أو مال، أوصي إليك لعلمي أن لطفك بي دون الورى لم يحن عني إذا حالوا. لي في نوالك يا مولاي آمال من حيث لا ينفع أهلون أو مال، أوصي إليك لعلمي أن لطفك بي دون الورى لم يحن عني إذا حالوا، فأرضي عني خصومي واقضي أملي ديني، فإن حقوق الخلق أثقال ولم يذق بي منك العفو إن ختمت. لي بالشهادة أقوال وأفعال كل إذا أغمض عيني وانصرفوا باكين أسمع منهم كل ما قالوا، وامن بروح وريحان علي إذا ضاق الخناق فهول الموت أهواله. الله 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 الله.
رجعنا لكم مشاهدينا مواصلين بعد الفن والطرب الاصيل والغناء، نجيو توا الفن الاخر اللي هو الكوجينه طبعا مع الشيف عمر. مرحبا من جديد يا عمر. بالله نحب نشوف هالحكايه نتاع السلاطه هاي شو عملت لنا. باش نوري حاجه بركه للسيده المشاهدين اللي تنجم تعملها اي امراه معناها باش نخرجوا الملون هكا نخرجوا يعني لمال عملتها جويده برشا. اي جويده تخرج هكا هكا جويده وحطيتها معناها في الصحن نتاعي وحطيت معها المونت شويه زيت وباش نحط لها شويه فلفل اكحل شويه حطيت لها نعناع اخضر وشويه ملح وزيت ملح وزيت وفلفل اكحل ايبيكا هذه كيما نفوحوا السلطه العاديه عملت نعناع اخضر مش شايح لا اخضر في وهذه الموزاريلا نتاعنا اللي انا قصيتها هكا جويده موجود يبرد تذكرت اللي انا من الفقره الاولى نتاع من حقك اللي هي الفقره الاولى قريب توا انا في الفقره الاخرى قلت لها وين الجويريحه؟ معناتها الجويريحه قالت لي ها يبرد يتي يبرد دعم كيما مريم بنتي تاكل الكلاص تقول لي ها يتي باهي برشا يبرد دونك عفيفه كيما نذكر مره اخرى حطينا شويه ملح شويه فلفل اكحل شويه زيت شويه مونت ونجم نحطوا بازيليك كان ما انا ما لقيتش سيترون ماك تعرف خط العيد هزوا الكل اللحم وتنجم تحط معاه شويه قرص هذا اللي تو نتاعي قصيته اون شيفونات صغيرونين هكا باش نعمل بيه ديكوراسيون والموتزاريلا قصيتها معناها هكا بالضبط اكزاكتومون ومن بعد باش نعمل الدريساج نتاعها هذاك هو اللي فيه معناها الزيت هذا هو الدريساج من بعد تو كي نجيو في الاخر نختمو وفما ريحه بنينه خارجه من فوق هذه الريحه نتاع الموصلي نتاعنا نورمالمون التاجين يتيب نطيح عليه شويه الغاز ويقعد الدريساج هكا باهي تنذكروا من بعد بكل شيء المقادير وطريقه الاعداد وطريقه التحضير اعداد قلب في الاعداد يسمع اسمه صوص باهي ريحان وي متشخصه ياسر ريحان مركزه مع عمر في باش يعمل في السلاطه باش نتعلم شويه احنا نتعلموا منك الديسير وانت تعلموا وانا نتعلم نقول لك كيفاش باش نقدوها ونذكر نذكر بالفرويتي بالفرويتو اللي هو طبعا هي جو ساهل برشا 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 في لحظة إذا عندك ضيف دوبا ما تخلط في الماء ما بارد وتخلط. أنت عملت لي مانجا وأنا نحب الخو نحب الأناناس حق تحب على الأناناس وعملت لك الحلقة دي أناناس الحلقة جاية خو على خاطر فما برشا 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 هذي مباشر مكملين معكم مشاهدينا باش نمشيو للفقره اللي هي الثانيه اللي هي فلاش سونتي ناخذوا شارع ونستقبلوا ضيفتنا مع بعض. فلاش سونتي اليوم كما قلنا في بدايه الحلقه باش تكون مع ضيفتنا أخصائية التغذية أميرة دوغمان. مرحبا بك أميرة. يعيشك وبيك يعيشك. اللي يقول أميرة ما استنسوا بك مشاهدي برنامج نهارنا هكا عندنا مو عندك مدة غبت علينا اللي أنت سلاسة في يعيشك ربي في كل شيء في باش نفهموا منك وأيضا حتى في الاختيارات وفي الكل ما تعبهش علينا. يعيشك ربي اليوم قلنا خليوها مواضيع مفتوحة شوية نحكيوا على تركيح العادات الغذائية وتصليح بعد العيد وكما قال خونا رضا اللي اتصل بنا منذ قليل قال التخمه نتاع العيد هي كلمه ديما ترافق اعيادنا مالوغوزمون للاسف يعني كيفاش نركحوا من بعد باش نتحدثوا خلينا نعلن على الموضوع اللي يحب يلتحق بنا وخاصه الامهات حتى الاباء زاد معنيين حقيقه اكيد اكيد يهم البو والام اللي هي لمجة صغار وتحذيرهم وهو لما حال هذاك باش يستوجب منا العديد من اللقاءات بعد لكن نحن علاش نحكيو على اللمجة سورتو وعلى فطور الصباح مثلا اللي هي من العادات الغذائية المعروفة صحيحة ويلزمنا أيضا نصحوا فيها برش حاجات تنعرفوها معاك أميرة هات نبداو بالعيد ساعة نقول لكم سين ديما أنا ما قابلتكمش عندي مدة من رمضان
دونك العيد اغلبيه الناس كما قلت باش تصير تخمه، وفما برشا ناس يا ما تاكلوش كومبليتمون يا تاكل بزايد. المشكل في العيد الكميه تقريبا هي اللي تطغى اكثر على العاده، كما مستانسين معناها مستانسين ناخذوا شويه لحم نجموا نطيبوا به عشانا ولا فطورنا وكهو، ولكن كي يكون في المتناول تولي الكميه مبالغ فيها ساعات، ونجموا نقعدوا حتى سيرتو جاتنا تو ويكاند مطوله شويه معناها دونك العباد تقعد حتى على 3-4 ايام وهي تبارك الله مشوي اكسيتيرا. دونك باش ننظفوا شويه البدن نتاعنا سيرتو من البيريود اللي تعدات لازمنا نرجعوا الايجين دو في سليم معناها صحيح، على الاقل البدن نتاعنا باش يرتاح شويه ما كل التخمه اللي صارت له. اللي حاجه ننصحوا بها وانه ما نستغنيوش عليها، وحتى لو كان مازال عندنا لحم وباش ناكلوا معاها ماذا بينا ما نستغنيوش على سلايطه خضراء معاها، هذيك يعني حاجة أساسية على خاطر الألياف اللي موجودة في السلطة الخضراء هي اللي باش تبطئ لنا عملية امتصاص الدهون اللي موجودة في اللحم. يعني ضروري مهما كانت الخضرة، مهما كانت النوع نتاع الخضرة، ينجم يكون نوع بركة نتاع خضرة وإلا أنواع نتاع خضرة، المفيد الكمية تكون باهية، وماذا بينا تكون خضر نية يعني ماهيش لاهي مطبوخة لاهي مفورة ولاهي سلطة مشوية، دونك لازمنا سلطة خضراء نية. هذه تعاوننا برشا زادة كيف كيف على النقص من الكونستيباسيون القبض جراء اللحم، خاطر اللحم عصير شوية في الهضم نتاعو، دونك يسبب لنا العسر نتاع الهضم ويسبب ياسر قلق، فما برشا عباد زاد يقلقهم. دونك الخضرة والألياف يعاونونا برشا في يسهلوا الترانزيت، ينقصونا الكونستيباسيون ويسهلوا الطبيعة. دونك الفوائد نتاعها نجمو نقعدوا نحكيو عليها حتى أكثر من هكا، السلطة حاجة أساسية. كي زاد قارص وخل من الحاجات اللي يعاونونا ياسر في انه بدنا يتخلص من الدهون اللي موجوده في اللحم، دونك ماذا بينا ديما عصر قارص على اللحم تاعنا، ويكون زاد اسونسيلمون مشوي ومستقطر، معناها مش مشوي في قلايه يعاود يرجع فيه زيته هو بيدو، مشوي معناها على فحم كيما توا نعملوه، ولا حتى كي نشويوه يكون يستقطر معناها بعيد شويه على النار باش ما يصير شكل كاربونيزاسيون كالتفحم، خاطر هذيك بطول المده اللي يقدر ينجم يكون سبب في السرطان عافانا وعافاكم الله. اللي هي اي كل حاجه محروقه صحيح كاربونيزاسيون التفحم نتاع الماكله ماذا بينا نبعدوا عليها. لكن الحرقان نتاع اللحمه هذيك ولا صحيح. اي حاجه ولا خبز ولا اي حاجه. اي حاجه كلون لكح البركه في الماكله ماذا بينا نبعدوا عليه. دونك المود دو كويسون معناها طريقه الطهو نتاع اللحم عندها اختلاف، معناها كي ناخذوا بطريقه معينه ينجم يفيدني خير مني مثلا ناخذوا مشحم بطبيعته في صوص والكل، والحاجات اللي يجيو مع اللحم هما الحاجات اللي نجموا يقيونا من الاخطار اللي يسببها اللحم والدهون سورتو الزايده اللي موجوده في اللحم. هذه اهم النصائح ولمحه صغيره بالحق لان الموضوع صغيرة. مهم برشا. وفما اللي ينصحوا كانت معانا قبل العيد اخصائي التغذيه نسرين قالت انه نفوروا من بعد نطيبوه، فما ناس حتى عرضوني وشفتهم في العيد قالوا لي كيفاش معناها نفوروا صحيح كيفاش. هو التفوير من لي مود دو كويسون اللي باهين برشا على خاطر يحافظ على القيمه الغذائيه نتاع اللحم، وينجم معناها الانسان يستفيد بالفوائد نتاعو الكل وبقيمته الغذائيه الكل من غير ما يفقدها كما في وقت اللي يغليها معناها. دونك التفوير باهي برشا يفقد الدهون نتاعو، دونك معناها نجم نتبعوها كمود دو كويسون صحي اللي يعاوننا شويه انه على الاقل ينجم يطيح 70% من المواد الدهنيه اللي موجود في اللحم. وهي فما عادات معناها في بعض الجهات ولا كل العائلات تقريبا تعملها في العيد اللي هي تفوير اللحم في الكليل ويتفوح اللي هي باهيه برشا وصحيه برشا، وديجا نجم نلاحظوا الماء اللي يقعد من بعد خليوه فوالا نخليوه، انا نقول لهم باش يلاحظوا نقول لهم خليوه سويعه وارجعوا له شوفوا هذيك الكل كان ينجم يكون في عروقنا. دونك حاولوا ديما حتى كان باش ناكل اللحم ما يسالش لا كونتيتي مهمه، دونك حاولوا ما تفوتوش بالحق 150 أو 200 غرام معناها 150 200 يعني قد كف اليد نجموا نقولوا هذيك في النهار فوالا في الوجبه. نجموا في الليل ما نعاودوش ناخذوا لحم احمر، نجموا ناخذوا اي لحوم بيضاء والا حوت. ها اليوم الشيف عمر عمل لنا دجاج فوالا نجموا نوعوا شويه، عملنا روسيت سهله فوالا وبنينا يظهر لي خاطر الريحه نتاعها فايحه على الاخر. دونك ما مش لازم كل معناها صباح وليل اي سلاطه بالله نقولوها الاميره عملنا سلاطه بطيخ. اش قولك اميره؟
هذه ديجا معناها تعمل كومبينيزون بين لي فروي والليجوم معناها باهي الحكايه هذيك صحيح. ديجا تعرف معناها نجمو نعملو الفايده نتاع البطيخ نجمو نشربو شماء نشربو بطيخ ناكلو بطيخ ولا اكيد فيه كميه نتاع ماء كبيره نتاع ماء افيكاس للبدن سيرتو هي سلطه تو مع اللحم خاطر اللحم شويه انسيبيد معناها يخلي ياسر مصوتيه في الفم معناها ديجا ينحيناك الجو وهو لازمو برشا فايح باش يظهر الجو نتاعو ما كانش هو ديجا من لي زاليمون لي انسيبيد ما فيهمش مطعم دونك احنا ماذا بينا سلطه كي تكون فرشكه تعطينا هيك الاحساس فرشكه كي سيرتو مع الحاجه اللحم ومعنا عنا يعني تصور بيا حاجه بيا برشا هذه واضح وصريح على موضوع اللحم اللي تو قريب تو نلوجوا نوليو نرجعوا يمكن للحوت ونلوجوا في حاجات جديده خاطر قربت العوده المدرسيه زاده وحتى الرز نتاع الجيب البو لم معناها برشا حكايات نحب نبداو كما قلت في بدايه الحلقه اليوم اميره نحكيو على لم صغار تهيئتهم لفطور الصباح اللي ممكن باش يتبدل وقته اميره صحيح. أكيد. خاصه انه ولادنا توا قوموا مخر تعودوا مع السلاعه تاع الصيف ومع البحر والجو ما زادش مازال لهم برشا معناها ايامات ويرجعوا للايقاع العادي للريتم صحيح. العادي القومين بكري فهذا الكل والتغذيه كيفاش نجموا نوازنوا فيه وكيفاش نتعاملوا معاه هي العودة المدرسية ديجا تتسمم من حاجات الصعيبة حتى على العائلة والأم والبو برانسيبالمون اللي لاهي بالصغير على خاطر كما قلت يصير برشا ديكالاج نتاع وقت ونتاع عادات ونتاع ريتم نتاع معناها ريتم دو في يتبدل كومبليتمون في الصيف العودة المدرسية ديجا لازمنا نحضروا لها قبل لازمنا نهيئوا الصغير من الأول على الأقل قبل بجميعا نرجعوا للريتم نتاعو العادي لازم يرقد بكري ويقوم بكري باش ما يصيرلوش هكا ديكالاج في آخر وقت في ليلة معناها ليلة صلالة كيما نقولوا دونك هذيا لو بلوز امبوغتون باش هو زاد يرقى الريتم نتاعو حتى في ماكلته خاطر إذا باش يكون ناقص نوم ماهوش باش يركز وماهوش باش ياكل في العادة الماكله نتاعو سيغتو الماكله الصحيه واللمجه ناكدوا عليها ونعاودوا على خاطرها موضوع كبير ومهم جدا وتنرجعوا لها اميره في بالتفصيل ويا ريت اميره زاده في كيما نرجعوا لها تعطينا افكار حتى تو اعطينا لمحه بعد نرجعوها اكثر تفصيل أكيد. ايوه اللمجه الصحيه ديجا احنا ناكدوا ونعاودوا حتى في لافي سكولير حتى في لانفيرونمون نتاع لي جاردان دونفون والا في المدارس والكل لازم فريمون يتبعونا شويه لازموا ياخذوا حتى الاستشاره نتاع الاخصائي التغذيه على خاطرها مهمه برشا اللمجه نتاع الصغير اون جينيرال الصغير باش يجيب البانيه نتاعو حاضره من الدار دونك الام هي اللي باش تختار شنو اللي باش تحط لصغيرها وهذه لو بلوز امبورطون لازم الام هي اللي تشرف على اللمجه نتاع صغيرها اول حاجه واهم حاجه ما نشريوش اللمجه حاضره من الشارع اهم حاجه وذي اللي كما نقولوا الغران تيتر معناها اللي ناكدوا عليه ونسطروا عليه باللحم من غير ما نحضروا من غير ما نحضروا لازم انت تطيب تعمل على الاقل نهاير مثلا في ثلاثة ايام تحضر فيهم حاجه يهز منها صغيرك ما فيهاش حتى مشكل كان طيب له انت مع ما كلتوا كي باش طيب له كما قلت انت اميره يعني مع ما كلتوا اللي باش نستعملها طيبه للعائله صحيح. العاديه هذيك شنو تنجم تضيف له هو اون جينيرال اللمجه عنا حاجتين يشغلونا شنو النجم نحط في اللمجة وقديش النجم نحط يعني شنية قديش كميتها اللمجة هذي شنو نجم نحط في اللمجة انا باش نعطيكم لي جروب معناها اللي نجم نحطوا فيهم اللي هي حليب ومشتقاته نجم نحط يعني اما كان في الدار بحذايا نجم نعطيه كاس حليب كان في المكتب ولا في جاردان دونفون نعطيه كعبه ياغورت والا جبن وكل يعني حليب ومشتقاته نجم نعطيه للجروب الثاني اللي هو الحبوب ومشتقاته يعني اما خبز نجم زاده نعطي البسيسه فما برشا ناس يعملوها الكعابر البسيسه تبدا فيها شويه فاكهه من احسن ما تنجم تعطي لصغيرك فما زاده كيف كيف الجروب الثالث اللي هو البروتينات معناها نجم نعطيه كعب عظم نجم نعطيه مثلا قد ما خبز فيها شويه تون والا قد ما خبز فيها سردينه دونك هذايا بالنسبه للجروب الثالث الجروب الرابع اللي هو الغلال والخضر دونك انا نجم نعطي غلال وخضر في اللمجه نتاع صغيري لهنا باش نعمل لا كومبوزيسيون معناها باش تقولي اسكو نعطي جروب واحد تقول لك لا باش تعطي دو جروب معناها يا اما نعطي كعبة ياغورت وكعبة غلة وإلا نعطيه قدمة خبز وكما قلنا جبن يعني نجمع من لي دو جروب اللي قلنا عليهم توا هذوما الأربعة هذه بالنسبة شنو اللي نجم نحط في اللمجة نتاعي التوقيت نتاعها لمجة الصباح أنيولي لهي
أساسية ولا هي واجبة، يعني ني أوبليغاتوار ني نيسيسير. علاش؟ على خاطر تنجم الصغير يولي ما عادش يعمل على فطور الصباح، يقول لك تو ناخذ حاجة من بعد مع العشرة، واللي هي غلطة برشا، لازم يفطر فطور صباحه. وثاني حاجة، ساعات تدرد عنا الشهية نتاع الصغير، معناها ما عادش يولي يفطر كونفونابلومون اللي هو سي ان روبا برانسيبال اللي ما لازمناش نقزوه معناها. دونك هذيك علاش اللمجة نتاع العشرة انيولي، ما نعطيوهاش في أي معناها بلاصة لا في جاردان دونفون. علاش حكينا باش نبداو من توا يعني من الأم ولا. بعد حتى معناها باش تواصل بال بريتم نفس الريتم. دونك اللمجة العشية هي الوحيدة اللي تقعد. علاش؟ على خاطر توقيت الفطور والعشاء بعيد شوية على بعضه، والصغير يحتاج الطاقة ويحتاج التركيز. دونك نعطيوه اللمجة نتاعو اللي هي تكون ديما قبل ساعتين إلى ساعتين ونص من العشاء، ديما نبعدها على العشاء. من الأربعة على العشاء ولا نحسب نحسب باش ما تأثرلوش زادة كيف كيف على العشاء. دونك قلنا على التوقيت وقلنا على مناش تتكون اللمجة، كميتها ماهيش باش تكون كبيرة، راه ما تخافوش أنه باش تقول لي نعطيته حويجة مثالش صغيرة، لا، هي اللمجة بطبيعتها باش تكون هكاكا جوست معناها باش يرجعك الطاقة نتاعو هذيك وكها، باش تكون تقريبا من 5 إلى 10% من الحاجة الغذائية نتاعو الكل، معناها لي بيزوان انرجيتيك نتاعو الكل. إذا نقولوا مثلا إكزامبل صغير عمره 3 سنوات باش ياخذ 1300 حراير. هكا ولي؟ دونك احنا باش نزيدوا 1000 كل عام، باش نزيدوا عليه 100 حراير. عمره 4 سنين باش نزيدوا 1400. دونك باش يكون ما بين 5 إلى 10% من ال 1400 هذيك ولا 1300، دونك باش تجينا 130 حريرة. ماهيش حاجة كبيرة يعني. حاجة كبيرة يعني حاجة ولا. كيبة غلة شوية مثلا صحيح من الخضرة. باش نختم أنا أميرة باش نذكر بمثل أنا يعجبني برشا شخصيا في في في, في بعض البلدان الأوروبية أي. تم اعتماده صحيح. اللي هي لاباري هذيك اللي احنا عندنا في تونس، موجودة في بعض ال تلقاها في سبيتارات في, أي. في أماكن أي. عمومية هما في المدارس فيها غلة وخضرة. صحيح صحيح، معناها يلزمها تدخل صحيح. في العادات والتقاليد صحيح. عند الصغير صحيح. انه ياخذ ونبعدوا شويه على كل معلبات وكل حكايات لانه حاجات حاضره. كان معنا مره الدكتور صبر الدخلي حقيقي طبعا استاذ أي. التغذيه نتصور استاذك اي عندي معرفه كبيره بيه على خاطر من احسن الطب اللي موجودين، من احسن الطب اللي عندنا وديما تحيه ليه الدكتور صبر الدخلي نعايدوه عليه بالمناسبه. فنصح في نفس الموضوع هذا وان شاء الله يرجع معنا زادها قريب، يعني انه فما في حاجات مخطره نعطيهم للصغار بصراحه، من الملونات من الحاجات اللي معناها لي كونسيرفاتور، من برشا حاجات نلقاوهم موجودين. الوغ كو انا نجم ما دايما نطيب في عشيه، نجم نعمل مول صغيره نتاع كيك ولا نعمل حتى كريب ناتور في دو سكوند فوالا ونحضر له اللمجه نتاعو. يعطيك الصحه اميره، يعيشك ميرسي. ها جايت دونك ياسر بنينه للصغار، تولي نجم نحيق على الغله ومعها بالحق. اكيد احنا ديما اللي شاف نتاعنا يبعدوا. شكرا لك اميره الدغمان، بارك الله فيك ويعطيك الصحه على الحضور. ان شاء الله نشوفوك ان شاء الله معنا ديما ديما متالقه وناجحه ان شاء الله. نمشي للكوجينه باش نختموا مع اللي شاف ونشوفوا في شيف عمر قاعد محلاه الطاجين. شيف احنا ما يعبر عنها بمسلي لكن عند المغاربه يقولوا تاجين. عند سكاج. تحيه ليها ريم سكاج. كي نقول لك سكاج نقول حاجه مغربيه. مغربيه. حتى ريحه شنو هالفاح هذا المميز معناه؟ زعتر فري وكليل ما عنده بيكا. سيل وبواب وشويه زيت وفلفل شايح احمر نتاعنا هذاك. كا وحطيت عود قرفه كي شويه باش تفرح به. وعود قرفة، ريحة القرفة مع الزعتر، عطات ريحة بنينة برشا برشا. وقصيت زادة نسوس اليوم زادة قصيت الفلفل. الفلفل أنا باش نختم باش نختم باش نقول باي باي. لا هندي ولا حتى شيء. لا عايدة تعليق. إيش جو فرويتو؟ بارد عندك حق. الكاهو فما فرق بين سخون وبارد. بارد عندك حق. به وين وصلت شيف؟ كما قلنا قصيت زاد الفلفل الشايح قصيته صغيره هكاك دلاميل. قصيت دلاميل هكاك وطيشته مع ديجا مع ثوم. مع ثوم ديجا فيه ثوم. مي وقت لينا قاعد نقلي في تعطيني كاسه؟ في الدجاج. تعطيني كاسه؟ سمعتني عفيفه وقت لينا نقلي في الدجاج طيشت الفلفل معناها ديجا وقت الدجاج بدا يسيب في الماء نتاعو وكل شيء باش ما يتحرقش باش ما تشوفش. معقول.
به والسلطة البطيخ نذكروا محليها. هاي مرتي جردان هذه الكرياسيون تاعي انا عفيفة. نلقى وقت ونعملوا لها كيف زعما؟ اه أميرة تضحك ما غادي يذري نفس الحكاية. علاش أميرة ما تنجمش تعمل هكا يبدا عندك شوية وسع بال نتصور. ويكاند سيرتو الويكاند. ويكاند هكا عندك عبد عزيز عليك ولا حاجة تحب تعمل عشاء انت والله نجموا حتى نحطوا هكاك هكاك الأمور تمشي هكاك بطبيعتها لازم الوردة الوردة هذيك نتاع الويكاند. ما يعرفوش مع الصغار دونك نذكر عفيفه بالمقادير نتاع المقادير نتاع سلاد ميلون موزاريلا شويه زيت سي البواف الفيح كيما وريت السيده المشاهدين القصه نتاع اون لاميل موزاريلا قصيتها جويده فما ناخذوها من لي غران سيرفاس موزاريلا في بكويت وكعبة طماطم سيريز ونقصها اون جوليان هكا باش تعطي الفالور وتبدا تخيم حلوة برشا فكرة حلوة باش تعطي فالور للدريساج نتاعنا وهذا التاجين نتاعنا اللي هو دجاج شهية ريحة بنينة على الاخر ما عندكمش ريحة حشمتي على روحي والله هذه دبارت غدوة اعملها هاكا اللي وحلت في الدبارة نرتحوا شوية من العلوش ونعملوا شوية دجاج بالحق انت شنو هي الحكاية اللي عملتها اليوم؟ في بالك انت درت وانا ذقت شويه صحه الغونتري سكولير وكل دونك قلنا نبعد بنينه بالحق اي لازم قوتي للصغار ندخلوا لهم عندي القلوب نتاعو ياسر فيهم منفعه وهو كله منفعه دونك هكا دخلنا حاجه حلوه مع نذكروا اللي عملنا زيدا الجو نتاع فريتو اليوم اخترت الموند طبيعه على الاخر معناها ياسر ناتورال طبيعي وكل شيء اليوم عملته هنا سهل ماهل ما يتكلفش عاود لنا نحن عملنا معجون نتاع هندي ومن بعد حطينا اربع كعبات ياغورت ومعهم ساشي مع سمارت شيف شانتي طلعناهم مع بعضهم حطينا الهندي من اللوطة المعجون نتاعنا ومن بعد الشانتي والياغورت ومن بعد زينت شويه بالهندي وشويه نعناع وناكلوا يعطيك الصحة شيف عمر العريبي ورحاب الدراجي يعطيكم الصحة اليوم هذه كانت حلقتنا هذا كل ما عنا اليوم في حلقة جديدة خاصة بربع أيام العيد تعبين شوية أما نحبوكم برشا نذكر نشكر زين هوم على هالديكور اللي رافقنا ديما نشكركم مشاهدينا الكرام على اختيار رفقتنا ان شاء الله نتقابلوا غدوه مع زميلي فادي حمزه ونربع نتقابل معكم باذن الله عفيفه وكيف جديده نقول لكم في امان الله.